نبدأ محاضرتنا بسم الله. يعتبر دي المحاضرة الرابعة إن شاء الله، بس تعتبر الليسون تقوى الدرس الثالث. في الدرس الثالث إن شاء الله عندنا بعض الكلمات. نبدأ الأول بالكلمات اللي عندنا وحفظ طبعا إن شاء الله عندنا في الدرس الثالث. أن أوج أوج عام انا مي صديق انو لقب العائله ام برينو اسم الشخص ام برينو اللي هو اسمي انا شخصيا رجب انو اللي هو اسم العائله او اسم والدي ربيع او اي نو اللي هو اسمي انا نو اللي هو اسم العائله او لقب العائله الليفر كتاب ان قيه كراسة ان انفلوب مظروف ان فيلاج قرية ان ايماج صورة ان لتر خطاب ان ادريس عنوان السكن une ville مدينة une carte عائلة un camarade صديق un mot كلمة une photo صورة entendu الناس سمعني كويس تمام يا جماعه نكمل اللي عنده من عنده هو يفرش في الصفحه او اي حاجه عند يعني ان ليفر نفس الكلمه تحس ليفر اللي هي الجنيه الجنيه العمل تمام بعد كده عندنا الفيرب فيرب اللي هي ايه الافعال بريزونتي يقدم شخص سو بريزونتي يقدم نفسه انا لما اجي اقدم نفسي إذا استخدم فيرب سو بريزونتي جو مو بريزونت أنا أقدم نفسي جو مو بريزونت بريزونتي أون يوتيليز سا بور بريزونتي كيلكا بنستخدم فيرب بريزونتي عشان نقدم شخص آخر لما أجي أقول أنا أقدم لك صديقي يبقى جو فو بريزونت مون أمي إيكوتي يسمع ايكوتي يسمع سابيلي يسمى او يدعى افوار يملك اتر يكون بارلي يتحدث لزادجيكتيف صفات كونتون مسرور الفيمينا بتاعها نحط لها او تبقى كونتونت اللي بين القوسين ده الفيمينا اللي هو المؤنث بتاع الصفه بيتي يعني صغير اوغو يعني سعيد طبعا المؤنث بتاع سعيد هنشطب الاكس ونحط اس او ان شاء الله ناخد المؤنث النهارده او المحاضره القادمه يبقى اوغو يعني سعيد ابسون غائب شيغ عزيز نوفو نوفيل جديد نوفو اللي في الاول دي جديد للمذكر البادئ بحرف ساكن المذكر البادئ بحرف ساكن نوفيلا الواحدة مذكر بادئ بحرف متحرك تأتي قبل الاسم المذكر الذي يكون أوله حرف متحرك مي كونتون يعني غير سعيد أو غير مسرور مي كونتون غران يعني كبير غران أوغو قلنا سعيد أما مالوغو يعني حزين مالوغو مالوغو بريزون حاضر بريزون حاضر شيغ عزيزة شيغ عزيزة نوفيل جديد او جديدة اللي هي الفيمينا نوفيل جديدة
بعد كده البيرسوناج، بيرسوناج اللي هي الشخصيات، بيرسوناج يعني شخصيات. اول حاجه انا مي بير اب ان ام رجل ان فيس ابن ان فرير اخ ان غارسون ولد نونو دكتور عمرو مش شغي، شغي دي حاجة تانية هناخدها بعد كده. شغي دي بتتقال اللي هو للزوج، تقول لزوجها شغي، او الحبيب يقول حبيبته شغي، اما بين الاصدقاء او كده ما نقولش شغي، نقول شاغ غالي او عزيز عندي. شغي لا تستخدم الا بين الزوج وزوجته او الخطيب او خطيبته يعني. ان بير اب ان ام رجل ان فيس ابن ان فرير اخ ان غارسون ولد ان بروفيسور مدرس اون امي صديقه اون مير ام اون فام امراه او سيده اون في ابن اون سور اخت. ما فيش او يا جماعه في الانفون، ما فيهاش او في الاخر لان المؤنث والمذكر هي نفس اللي بتنتهي بالتي، ما فيش او اللي في الاخر تشطف، ما فيش او في الاخر لو سمحت انت تقرا فيه. شايفين السهم معايا يا جماعه؟ ده بالنسبة كان بالنسبة للكلمات والأفعال والصفات والشخصيات. عندنا النهاردة ناخد في الجرامير بعض الأفعال. أول فعل سابيلي يسمى، فعل ده قلنا فعل مجموعة أولى المرة اللي فاتت، قلنا يعتبر من شواذ المجموعة الأولى في التصريف. ليه؟ لأننا بنضاعف ال مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو، بنضاعف في ال مع جميع الضمائر ما عدا النو. قلنا الجومب تي تابيل ال سابيل نو زابيلو و زابيلي ال بعد اتر ات او ات يكون جو سوي تي اي ايل نو سوم فوز ات ايل سون ايل سون. بعد كده فيرب افوار هتبقى جي تيا إلى nous avons vous avez ils ont. أول حاجة فار أنا يملك، فيرب أفوار بمعنى يملك. أنا أمشي بأفوار نستخدمه ملكية الأشياء. على سبيل المثال جي أن ليفغ أنا عندي كتاب، إي سميرة وسميرة أ أن ستيلو عندها أن ستيلو يعني قلم. رقم اتنين نستخدم فيرب أفوار في ملكية الأشخاص، ملكية الاشخاص. لما اقول جي ان فرير يبقى انا املك، انا املك او انا ان فرير. اي تروا سور، اي تروا سور، تروا بعد ال اي بعد ال او لاحظ يبقى اي ار او اي اس. تمام كده تمام. يبقى جي ان فرير اي تروا سور، عندي اخ وثلاث اخوات. بعد كده بنستخدم فيرب افوار لتحديد السن. لما اقول جي كانزون
انا عندي 15 سنه، يبقى لما اجي اقول انا عندي احدد عمري استخدم فيرب ايه؟ فيرب افوار. اقول جي 15 ans، جي 20 ans، جي 25 ans. لما اجي اقول جي 15 ans et mon frère a 6 ans. جي 15 ans، انا عندي 15 سنه، اي و مون فريغ اخي a 16 ans، عنده 15، عنده 16 سنه. لو سمحتم يا جماعه بالنسبه للناس اللي بتكتب اسئله على الشات سيب شغله، يا اما اقفل انا الشات، يا ريت نخلينا مع بعض في المحاضره، واللي عنده اي اسئله احنا بنسيب وقت كافي بعد المحاضره للي عنده اي سؤال. اللي عنده سؤال مهم بس في الجزئيه اللي احنا بنشرحها يساله. شات طيب انا هقفل الشات، واللي عنده اي سؤال يكتبه او يجهزه، وانا هفتح بعد كده وناخد الأسئلة. يلا قلنا فيرب ليه استخدامات، ثلاث استخدامات. اول حاجه الاشخاص الاشياء، قلنا كيت الاشخاص. ثالث حاجة تحديد أسباب. بعد كده استخدام فيرب أتر، يكون. أتر يعني يكون، بالنسبة لتقديم النفس أو تقديم. لما أجي أقول جو سوي غاداب، لما أجي واحد تاني أو واحدة تانية تقول جو سوي، أنا تقول أقول على ال، لأن ال أقول إلي ما سور، أكون أكون أختي. إلي فرونسي، هو يكون فرنسي. يبقى قلنا افوار يستخدم لميل خاص، ملكية الاشياء، تحديد السن، تقديم النفس او تقديم الاخرين. لاحظ استخدام فيرب طب ليه؟ قلنا يعني يدعى او لتقديم نفسك. لما اجي اقول اسمي رجب، اسمي حسن، قريم بقى تسمى، تسمى ال منى، هي تسمى منى، ال ابيل منى. قلنا فيرب صبيلي او اي فيرب ينتهي بال او او ار، ضعف ال ال مع جميع الضمائر ما عدا النون فو. لاحظ الصفه باداه الا اذا كانت معها اسم. الصفة تسبق بأداة إلا إذا كان معها اسم. لما يكون عندنا صفة، الصفة دي ما ينفعش نيجي معاها أي أداة نكرة أو معرفة إلا لو كان اسم. محمد إيه غون، كبير. محمد يكون كبير. هنا ما ينفعش أجيب أداة وأحطها قبل الصفة. في الجملة محمد إيتان غون غارسون، إيتان غون غارسون، هو يكون ولد كبير. هنا جرون صفه، جارسون نو اللي هو الاسم، النو اللي هو الاسم، والادجكتيف اللي هو جرون. هنا حطينا اداه نكره قبل الادجكتيف لان في اسم بعد الادجكتيف، في نو بعد الادجكتيف. يبقى لما يكون في صفه لوحدها من غير اسم ما ينفعش نحط قبلها اداه. اما اذا جاء اسم تابع للصفه، اذا جاء اسم بعد الصفه، يبقى ممكن نحط اداه ممكن نحط اداء ايه؟ للصفر. نفتح الشات
عشان حالك لسه. في حد عنده سؤال الاول في الجزئيه اللي فاتت؟ في حد عنده سؤال في الجزئيه اللي فاتت؟ الصفة بعد الاسم، الصفة بعد الاسم. قلنا لا تسبق الصفة الا صفات نكرة بصفة من صفات معرفة. ده الاول ما معهاش ايه فاهي. تان غران غارسون او في اسم جاي، يبقى هنا احط اداة قبل الصفة، احط اداة نكرة تتبع الاسم الصفة. تمام. يبقى قلنا الصفة لما تكون جاية معاها اسم تاخدش اداة، اما لو جاء معها اسم تبعا لهذا الاسم. حد عنده اي استفسار تاني؟ طب نحل يا جماعه. بوغيج لي فير تحل بين ابس واحد سو غارسون، عايزين نصرف فير قبل مع سو، عايز اقول سو محمد. هو ايه الاكزرسيس؟ Vous voyez pas l'exercice? لا. السابيل هنا مش هتسوق غصون، قال الايه غصون هتفضل زي ما هي بس مع سوق غصون. طب سوق غصون سابيل محمد تاني دي كده هي بافوار ما سيت ا دون جو كرون جو سوي اتر اون بروميير اني صار فيرب اتر مع نو. برافو 5 6 ايليف افوار مع 6 ايليف فيرب افوار اون. برافو 6 ايليف اون 15 اون. مي فراز، ضع هذه الكلمات في الترتيب لتكوين جمل. كنت انا اكون سعيد جدا. تاني جملة نمرو 7، مي صابيل اللي بعدها نج صابيل دوزل اتنين ال مش ال واحدة. C'est une grande fille. C'est une grande fille. Akhira O. Tama. Akhira O. Oustaza Ina. Grande Akhira O. Numéro 9. نمرو رقم 9. منى ا خير اخ ده اخ رد دي رقم 10 دي يعني عن سنين. 11 عمر الطيب. جو سوي بتي ان غارسون. الصفة قلنا لما تكون الصفة معاها اسم الأداة بتيجي قبل الصفة مش بعد الصفة. أستاذ عمر جو سوي ان بيتي غارسون. جو سوي بيتي غارسون. تمام. لما تكون الصفة الاسم نحط الأداة بتي غارسون. تمام. نمرو 12 Je suis fier d'être musulman.
جست 101 21. يا ريت تغير اسم حضرتك عشان نعرف نتواصل. بس 121 غوبير احنا في 12 الاول سيتان غران غارسون رقم 13 غوبير تيزون ننقل على اللي بعدها. تذكر ضمير دي ضمائر بتحل محل مفرد مذكر. الا ضمير فاعل بتحل. خلاص يا جماعه احنا خلصنا الاكزرسيس خليكم معايا. الا ضمير فاعل بتحل محل مفرد مذكر اسم مفرد مذكر. ضمير فاعل بتحل محل مفرد مؤنث. ضمير فاعل تحل محل مفرد مؤنث. نميرو ا بار اكزومبل سامي اي تري. سامي ده كنا حل محل اي كنتو هو يكون سعيد جدا. امينه ايه لازم تكون تلميذ. امينه تكون تلميذ. امينه اسم ال نحل محله بايه؟ بال. ايه اون ايليف. انا المفروض اني قفلت الشات يا جماعه مش عارف الناس بتكتب ازاي. المفروض اني قفلت الشات. عندنا بعض المواقف حاجة لسؤال زميل عن اسم. لما اجي اسأل شخص لو الشخص ده يعني صاحبي اخويا صاحب اخوك لما اقول له انت اسمك كده انت اسمك ايه؟ مش هقول له حضرتك لا هقول له انت اسمك ايه؟ يبقى اقول له كومون تابيل تي. كومون تابيل تي هنا بنقدم الفعل على الفاعل. بنقدم الفعل على الفاعل عشان اعمل فعل عشان اعمل سؤال. كومو كيف تابلتي تسمى فيرب صبي. لو اكبر لترام طبعا يبقى لو اسال شخص اكبر مني عن اسمه يبقى هصرف الفيرب مع فو. هصرف فيرب صبي ليه مع الفو. يبقى كومو vous appelez vous. comment vous appelez vous. اللي هو الاولانيه اللي هي تصريف السو تصريف الفعل. comment vous appelez vous. لسؤال صديق عن اسم اخيه اقول له ايه؟ comment s'appelle ton frère. comment s'appelle ton frère. كيف يسمى اخيك. ton دي صفه ملكيه لسه هناخدها. ton اللي هي صفه الملكيه. السؤال زميل عن اسم صديقه الجديد لما اجي اقول له صديقي الجديد اسمه ايه؟ يبقى كومو سابيل تون نوفيل امي. كيف يسمى تون نوفيل امي صديقك الجديد. تمام يا جماعه ننقل على بعدها. صفات الملكية. صفات الملكية بوسيس
possessif les adjectifs اللي هي صفات الملكيه. صفات الملكيه بتستخدم في ايه؟ من اسمها ملكيه، يبقى هستخدمها عشان املك شيء ما ليا او لغيري، هنسب شيء او لغيري. يبقى صفه الملكيه كلمه توضع قبل الاسم العام، قبل الاسم العام، وتتبعه في النوع العدد، يبقى بتتبعه في النوع والعدد تدل على الملكيه. الملكيه هي مع جو، لو الملك ده مفرد متكلم جو يبقى هنستخدم مو مع المذكر، لو المملوك مذكر هستخدم مو، لو المملوك مفرد مؤنث هستخدم ما. الكلام ده مع ايه؟ مع الجو. يبقى لو الجو اللي هو الملك ده اللي بيتكلم يبقى هيستخدم مع المفرد المذكر مو، مفرد مؤنث ما، جمع مذكر مي. لو المالك مفرد مخاطب عايز اقول له انت او كشكول، هستخدم تون تون تون. مفرد مؤنث هستخدم تا، هستخدم تا. مع الجمع بنوعيه استخدم تي، يبقى مو ما مي تون تا تي. مع لو المالك ده مفرد غائب، لو المالك مفرد غائب يبقى استخدم صون مع المفرد المذكر، وصا مع المفرد المؤنث، وسي مع الجمع بنوعيه. عايز تاني صفات الملكية، يبقى قلنا لو المالك مفرد متكلم انا جو، لو الحاجة المملوكة دي الشيء المملوك مفرد مذكر يبقى استخدم معاه مو، مون ليفر كتابي، مون ليفر كتابي. لو المملوك مؤنث مفرد والمالك جو مفرد متكلم يبقى استخدم ما، لما اقول ما طيي كراستي، ما كيه كرستي. لو المملوك جامعة مفرد او مؤنث بنوعين، والمالك بستخدم مي، مي ليفغ كتبي، مي ليسون، مي ليسون دروسي. المالك لما يكون مفرد مخاطب التي، مفرد مخاطب، استخدم تو مع المفرد المذكر، وطا مع المفرد المؤنث، وتي مع الجمع بنوعيه. بالنسبة لتو لما اقول تون ليفر كتابك، تا سوغ اختك، تا سوغ بالنسبة للمملوك المفرد المؤنث، تا سوغ. اختك طفية بنتي هي. التي جمع بنوعين، لما اقول تيليسون دروسك، تيليسون دروسك، تمام. تيزامي اصدقائك. المالك مفرد غائب، لو المالك ده مفرد غائب والمملوك مفرد مذكر بستخدم سون، بستخدم ايه؟ بستخدم سون. ما بقول سون ليفر كتابه، سون ليفر كتابه، يبقى مون ليفر كتابي، تون ليفر كتابك، سون ليفر كتابه للغائب. طيب طيب ساكايي كراسته، صافية بو هي بسا الغائب، مي ليسون دروسي، تي ليسون دروسك، سي ليسون دروسهم او دروسه. يبقى السي مع الغائب والمملوك فيه جمع بنوعين، يكون المملوك فيه جمع بنوعين. صفات الملكية صون وطن ومو، تحل محل الصا والطا والما
امام اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف متحرك. لو الاسم يا جماعة المملوك ده مفرد مؤنث بادئ بحرف متحرك، بدل ما هنديله الما او الطاء او الصا هياخد مو او طو او صو، زي هنا كده جوفي انا اذهب ا مونيكولا الى مدرستي، كل مؤنث كان المفروض تاخد ما، لكن لو هتاخد ما هتبقى اخرها حرف متحرك الا، وايكول بدا بحرف متحرك الا، ما كانش ينفع الاثنين يجوا ورا بعض، طيرنا الما لمو. نفس الطريقة برضو تيغو جاغدا تون ايماج، انت تشاهد تون ايماج صورتك، ايماج بدأ بحرف متحرك وهي مؤنث كده المفروض تاخد طا، بس الطا اخرها اه حرف متحرك، وايماج تبتدي باي حرف متحرك، ما ينفعش الاثنين يجوا مع بعض، بالتالي حولنا الطا لطو، يبقى الما والصا والصا والطا بتحول لمو وطو وصو اذا كان الاسم المفرد المؤنث ده بادئ بحرف متحرك. رقم 2، صفة الملكية تتبع المملوك وليس المالك. صفة الملكية بتتبع المملوك في التذكير والتأنيث وفي الجمع والمفرد وليس المالك. يعني على سبيل المثال رقم 1، علي برون سا ريجل، علي ده مذكر، برون ياخذ، سا ريجل، ريجل هنا مؤنث، ريجل المملوك الشيء المملوك، مسطره ريجل يعني مسطره، ومسطره دي مؤنث مفرد، فسا هتتبع المملوك ده في التذكير والتأنيث والجمع والإفراد، مش هتتبع المالك، يبقى صفة الملكية بتتبع المملوك وليس المالك. في المثال 1، جاءت صا مؤنثة لأن المملوك مؤنث ولم تأتي مذكر كمالك علي، يبقى جاءت حسب المملوك، حسب الشيء المملوك. منى برون سو ليفغ، منى دي مؤنث بس دي مالك ملهاش دعوة بصفة الملكية، برون سو ليفغ بتأخذ كتابها، بتأخذ ايه؟ كتابها، يبقى صفة الملكية بتتبع المملوك وليس المالك. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال بالنسبة لصفة الملكية؟ تمام جدا. عندنا على تبدو النقاط بصفتك يا منزل، رؤى علي اي نو اتسوغ اون سيزو، ها يبقى ايه؟ صاح مالك علي، علي ده مفرد غائب، علي ايه؟ مفرد غائب. الصوم ملوك الصغ دي مفرد مؤنث، الناس ايه؟ صا سا صغ، علي ايه سا صغ، فاهمينها؟ بالنسبه للناس اللي كانت كاتباها ما ومو، هنا المالك علي، علي ده اسم غائب مفرد، مفرد غائب، يبقى صفة الملكية اللي هتيجي معاه يا اما مو يا اما صو يا اما صا يا اما سي، حسب المملوك، حسب ايه؟ المملوك. سوزان، سوزان مش فاهمة؟ سوغ يعني اخت، سوغ العلي واخته، علي واخته، علي هنا المالك ده اسم غائب، لما يكون الملك غائب يبقى صفة الملكية اللي هتيجي معاه يا اما صو يا اما صا يا اما سي. هنعرف ازاي واحدة من الثلاثة دول؟ حسب المملوك، المملوك هنا مفرد، المفرد ايه؟ صا. لا ملهاش دعوة بالتأنيث بتاع العرب يا جماعة، اللغة الفرنسية هي كلمة مذكر أو مؤنث. عندنا مثلا
جنيه، جنيه ده مذكر في العربي، نفسية جنيه ده مذكر في الفن فخت. ما تربطوش بالمؤنث والمذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث كلمة بتاعتها بحيث انهم يغدوا يغدوا. نقط ايه؟ نقط بروفيسور. الملك هنا ايه؟ جو. الملك جو. ايكول يعني مدرسة، ايكول يعني مدرسة. طب فغوره تاخد صفه ملكيه ايه؟ تمام يا جماعه. مون بالنسبه لايكول، مونيكول عشان بدا بحرف متحرك. بالنسبه لبروفيسور، مي بروفيسور. تمام، مي بروفيسور. هنا المالك جو متكلم. المالك هنا مفرد متكلم، يبقى يا اما مي، هتبقى يا اما مو يا اما ما يا اما مي، حسب حسب المملوك. اول حاجة ايكول مملوك مؤنث، كانت المفروض تاخد ما بس بادئة بحرف متحرك، لذلك هتاخد مو. بروفيسور مملوك، مملوك جمع، يبقى تاخد مي، يبقى جيم مونيكول مي بروفيسور. تمام يا جماعة. بالنسبة للرواية بعد بقى جمع نميرو 3 رقم 3 تيا ان ريجل، انت عندك مسطرة. نقط رجل ابيتيت، نقط رجل ابيتيت، عايز اقول مسطرتك ابيتيت صغيره. طا رجل، طا رجل. نمبر 4 مونا ا ان فرير، مونا ا ان فرير. يا استاذه هاجر لو سمحتي، لو سمحتي يا جماعه، يا جماعه لو سمحتوا، الناس اللي عندها اي اسئله تخص المحاضره الثانيه او تخص تحميل المحاضرات او الحاجات دي بعد ما نخلص شرح. دلوقتي احنا بنفتح الشات، لو عند لو حد عنده سؤال بالنسبه للشرح او حد عايز يجاوب بالنسبه للاسئله، لو سمحتوا نلتزم بس. منى ان فرير، منى عندها اخ. نقط فرير عنده. تمام، برافو. شادي ان نوفيل امي، شادي عنده صديق جديد. نقط امي اي غران بيكو مي سون امي. سامية فا انوات ايكول، سامية فا انوات ايكول، ايكول. سنيك جو في او ليسي نوات افيك نوات امي. امي هنا تاخد اداة ملكية ايه؟ ص. تبقى مونا مي يا جماعة. تمام، مونا مي. مونا كلي نقط ادريس، مونا كلي نقط ادريس. عايز اقول مونا ماذا يكون عنوانها او عنوانك. مونا كلي نقط ادريس، تون ادريس. لا، عنوانك. هنا انت بتكلم منى، بتقول لها منى ايه عنوانك؟ منى كلي تون ادريس، كلي تون ادريس. برافو. ننتقل دلوقتي يا جماعه على تأنيث، على الصفه الوصفيه. الصفه الوصفيه الادجكتيف كاليفيكاتيف، الادجكتيف كاليفيكاتيف. الصفه الوصفيه، انا هقفل الشات يا جماعه بعد اذنكم، خليكم معايا. الصفه الوصفيه الادجكتيف كاليفيكاتيف
كلمة تصف الاسم، كلمة تصف الاسم وتميزه وتتبعه في النوع والعدد. يبقى الصفة دي كلمة بتصف الاسم وبتتبعه في النوع سواء مفرد او مذكر، وفي العدد سواء جمع او مفرد، تتبعه في النوع سواء مؤنث او مذكر، وبتتبعه في العدد سواء مفرد او جمع. عندنا على سبيل المثال رقم واحد، علي ايه كرو، علي ايه كرو، علي ده مفرد مذكر، كرو مفروض تكون برضو مفرد مذكر. سميرة ايه جروند، سميرة بنت، يبقى دي مفرد مؤنث، يبقى جروند لازم تكون في المؤنث، احط لها او تبقى في المؤنث. علي ايه هاني، علي وهاني الاتنين دول كده بقوا ايه، بقوا جمع مذكر. سون جرون، سون جرون، احط لجرون اس عشان تكون جمع مذكر. منى ايه حنان، سون جروند، سون جروند، حطينا او اس حيث يكون جمع مؤنث. بالنسبة يا جماعة لعلي وهاني ده جمع مذكر، لما اجي اجمع اسماء مع بعضها لو الاسماء كلها مؤنث، لو اقول على خمس اسماء بنات مثلا، سميرة ولبنى وآية وفاطمة وهند ايه احمد واحمد، يبقى انا قلت خمس اسماء بنات ايه احمد وضميت لهم احمد، عايز اقول ان هم يكونوا كذا، يبقى هنا كده يعتبر ده جمع مذكر. لو عندي كذا اسم بنت مؤنث ومعاهم اسم واحد حتى مذكر ولد، يبقى هيتعاملوا معاملة المذكر الجمع. فالصفة بتيجي في اوقات قبل الاسم، في اوقات بعد الاسم. لما اجي est une fille gentille، تكون بنت gentille لطيفة. فاطمة est une gentille fille، بنت لطيفة، مش هتفرق هنا في النعل، لكن مع grand كبير بتفرق، مع grand بتفرق. grand لما تيجي قبل الصفة او قبل الاسم، grand لما تيجي قبل الاسم معناها عظيم. je suis un grand garçon، انا ولد عظيم. لما تيجي بعد الاسم معناها كبير، je suis un garçon grand، انا ولد كبير. تمام. حد عنده أسئلة بالنسبة للصفة الوصفية؟ حد عنده أسئلة؟ تمام الحمد لله. نكمل طيب. بعد كده هناخد التأنيث المذكر والمؤنث. ما في صورة عشان أنس الأسماء، هناخد النهاردة تأنيث الأسماء، وهنقف عند تأنيث الأسماء. فيمو، فيمينا، دينو، تأنيث الأسماء. بصفة عامة يؤنث الاسم بإضافة حرف الأ. لما يكون عندي اسم زي أمي ده مذكر من غير او في الاخر، عشان اقنسه احط له او، يبقى بصفه عامه يؤنث الاسم باضافه حرف الاو الى المفرد المذكر، يراعى تبعيه الاداه للاسم. طبعا بنغير الاداه، لو الاداه مذكر بنغيرها نخليها برضو مؤنث. على سبيل المثال اول مثال عندنا انامي، انامي يعني صديق، عايز اقول صديقه، يبقى اول حاجه اعملها اغير الاداه. الآ دي مفرد مذكر، عايز اخليها مفرد مؤنث، يبقى اينا. وامي تنتهي بحرف الاي، يبقى احط لها او، احط او.
تاني مثال ان اتيديون، ان اتيديون طالب. لما اجي انسه اغير الاداه تبقى ان واحط او في الاخر. ماشي نقفل الشات. ان اتيديون عشان انسها هغير الاداه تبقى ان، و اتيديون هحط لها او تبقى اتيديونت. في المذكر التي لا تنطق ان اتيديون، ان اتيديون. اما في المؤنث لما حطيت او في الاخر يبقى الحرف الساكن اللي قبلها هينطق عادي. ان اتيديونت، اتيديونت. ان كوزان ابن عم، ان كوزان، ان كوزان. قلنا الاي ان تنطق ان، تنطق ايه؟ ان حرف نزال ان. لما اجي انسها غير الاداه من ان تكوزين، زين. اذا كان الاسم في المذكر، في المذكر ينتهي بالاو يبقى يبقى كما هو في المؤنث ونكتفي فقط بتغيير الاداه. لو الاسم اللي انا عايز انسه ده بينتهي اصلا بحرف الاو يبقى انا هانس ايه؟ هانس الاداه بس، هانس الاداه بس. اني لاز تلميذ، لما عايز اقول تلميذه يبقى اني لاز غيرنا الاداه فقط لان هي اصلا منتهيه بالاو. مون كاماراد زميلي، تبقى ما كاماراد زميلتي. انسنا الاداه، الاداه هنا صفه ملكيه. المو طبعا دي مذكر، لما اجي انسها تبقى ما، ما كاماراد. لو سكرتير، لو سكرتير، لو سكرتير. هانس الاداه اللي هتبقى را، تبقى لا سكري تير، لا سكري تير. عندنا بعض الاسماء تتغير تماما بقى، يعني مش هضيف حرف ولا هغير اداه، لا انا كده كده بغير الاداه بس الاسم نفسه بيتغير خالص لما جاء النسخ، اللي هي الاسماء شاذه. عندنا على سبيل المثال اخ، اخ يعني ايه؟ ان فرير، ها؟ فرير. لما اجي انسها هغير الان تبقى ان، الان هتبقى ان، وفرير هتبقى سور، هتبقى اخت. يبقى غيرنا الكلمه كلها، يبقى من فرير تبقى سور اخت. ان بير تبقى ان مير، ان اونكل عم او خال تبقى ان طونت، ان طونت عم او خاله. ان جارسون ولد، ان مسيو سيد، ان دام سيده، ان ام رجل، ان فام امراه. دي يا جماعه بنغير الاداه بس وبنغير الاسم كله. ملاحظه هامه جدا، كل الاسماء المنتهيه بالتي اي او ان هي مؤنثه. كل الاسماء يا جماعه اللي بتنتهي بالمقطع ده ناتاسيون، اي اسم بينتهي بالتي اي او ان يبقى ده اسم مؤنث. بالنسبه لتأنيث الصفه دي هنخليها ان شاء الله للمره الجايه. دلوقتي هفتح الشات لو حد عنده اي سؤال او استفسار اجاوب عليه دلوقتي. لو حد عنده اي سؤال يتفضل. لم تكن هناك صورة هي بارت فوتو اسكيليا دي كيستيون.
فودغي. فودغي بيجي معاه جو. انا لما اجي اقول جو فودغي يعني انا اريد او انا كنت اريد. ده زمن اسمه المضارع المستمر لامبخفي. ده بيستخدم الماضي المستمر بيستخدم عشان اقول في الاحترام في الطلب في الاحترام. انا كنت اريد منك تعمل كذا. جو فودغي انا كنت اريد. جو فودغي بلوس كي باختي ماذا بور. دي اكيد مشكلة عند حضرتك. حد عنده اي استفسار يا جماعة بالنسبة للمحاضرة؟ جد وجدة. جد يعني جران بير. جد يعني جران جران بير ده جد. اما جدة جران مير. جران بير و جران مير. لا مش جران ده جماعة جران. بالنسبة يا جماعة المحاضرات اللي فاتت حضراتكم ممكن تتكلموا مع الدعم الفني والدعم الفني يعرف اذا كانت نزلت ولا لسه او هتنزل امتى. انا دلوقتي بتكلم على اسئلة في المحاضرة. حد عنده اي اسئلة في المحاضرة بتاع النهاردة؟ Vous avez n'importe quelle question. ايوه ايه بالنسبه للاسماء اللي بتنتهي بالتي يو ان دي كلها الاسماء اللي بتنتهي بالتي يو ان دي بتبقى اسماء مؤنث. نو في مينا. Très facile pour vous parce que ça c'est le premier nouveau, c'est pour les débutants et vous parlez français donc c'est très facile pour vous, c'est normal. يعني انا اشرب. جو بوا جو بوا انا اشرب. اما جو مونج انا اكل. جو بوا انا اشرب. جو مونج انا اكل. Dorian Omar, vous êtes les bienvenus. En
خالص سيبك ليه. صاحب يعني امي، صاحب يعني صديق قصدك؟ لو بروشان كورس سيغا لو ديمانش، لو ديمانش لو كور اي لو ديمانش اي لو ميركوردي ا 8 اور. انتيم، وي انتيم يعني امي اوسي. او بوت، بوت دي باللغه الفاميليه اللغه العامه، او صديقي او بس دي في اللغه العامه، لكن احنا بنقول في اللغه العاديه امي. داكور لو ديالكت تري بيان. وي اللغه الدارجه. Je pars pas pouvoir. Non, non, non. Poire. Poire, ça, c'est verbe boire, yashrab. Verbe boire, yashrab. Amma. Poire, comme ça, diane, comme mettre. Comme mettre. Difake, fruit. C'est un fruit. Boire, bechafif, yani yashrab. Amma. Poire, yani fruit, l'air, l'air, comme mettre. La lettre E en français se prononce comment? Se prononce E. 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 Autre question. Autre question. Est-ce qu'il y a de rien. تختبر فهمنا يا استاذ سامح. ان شاء الله المحاضره الجايه يكون فيها اسئله كتير ونختبر فهمنا زي ما احنا عايزين. ان شاء الله المحاضره الجايه يكون فيه اسئله كتير. كيس كون فا فالا باشين فا اون فا فوار لليوم اون فا كونتينيي اون فا كونتينيي اون فا بخوندر دو لادجيكتيف تانيز الصفه. Et on va prendre des nombres de un bon nombre de situations. Donc, la prochaine séance, ça c'est le dimanche. Donc je dois m'en aller maintenant, je dois partir maintenant. بس كي جي ان رونديفو. نو نو ديمونش الاحد، ديمونش الاحد، ديمونش الاحد. اون فا لوتيليزي بور لا بروشين فوا جيست 160 ديمونش اي ميركوردي. وي تري بيان. وي سي سا. ا 8 اور، ا 8 اور الساعة 8. Vous voulez quelque chose? Vous avez un document assez la dernière? D'accord. Alors à la prochaine. De rien, de rien. À la prochaine, à dimanche. Au revoir.